عرض العميد محمد سمير المتحدث العسكري فيديو ختامي للمناورة الاستراتيجية بدر 2014 والتي تأتي في إطار خطة التدريب العامة للقوات المسلحة، واشترك فيها كافة التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقام الجيش المصري بأكبر عملية دفاعية استراتيجية لصد هجمات العدو مع استمرار تأمين المنشآت الحيوية. وأيضا قامت القوات المسلحة بعملية فتح استراتيجي وتعبوي لجميع القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الدولة. لواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري، أهلا بحضرتك يا فندم. لواء سامح سيف اليزل المحلل السياسي والخبير العسكري، أهلا بحضرتك يا فندم. المناورة بدر 2014 بتعد من أكثر المناورات تطورا من حيث التخطيط والتدريب وحجم القوات المشاركة والعمليات القتالية، تعليق حضرتك عليها وعلى فكرة أنه القوات المسلحة بتتدرب كيف تدير مناورة بهذا الحجم وفي نفس الوقت جنبا إلى جنب أو تزامنا مع حماية المنشآت الحيوية؟ هذه المناورة كما أعلن يمكن لم تجرى في قواتنا المسلحة منذ سنوات طويلة. هذه المناورة في أعلى مستوى تكتيكي تصل إليه أي قوات مسلحة في العالم. لازم نعرف ان الكثير من جيوش العالم لا تقوم بمثل هذه المناورات، يعني الجيوش اللي هي الكبرى في العالم. هذه المناورات فيها بيبرز فيها الكفاءات القتاليه المختلفه للقوات المسلحه بكامل افرعها، سواء كانت دفاع جوي، بحريه، جويه، او القوات المسلحه البريه. هذه المناورات بيتم التخطيط لها لشهور طويله جدا، وبتشترك فيها جميع وحدات القوات المسلحه، جميع المناطق، جميع الادارات، جميع الجيوش، بشكل بيبرز فيه المهنية والحرفية والكفاءة القتالية العالية جدا للموجودين في هذه المناورة من كافة الأسلحة والأفرع. لذلك التواجد في مثل هذه الظروف الأمنية اللي احنا موجودين فيها والقيام بهذه المناورة مع عدم الإخلال بحماية الحدود وأيضا حماية الأهداف الرئيسية والاستراتيجية زي قناة السويس وما يجري فيها الآن من حفر، ده أيضا بيقول كده وبيوضح تماما القوات المسلحة بتاعتنا قد وصلت إلى مستوى تدريبي وكفاءة قتالية أنا شايف أنها غير مسبوقة حقيقة. طيب يا فندم، مناورة بهذا الحجم وكما أشرت حضرتك أنها بتبرز الكفاءات القتالية المختلفة، حضرتك قلت هذه مناورة من أكبر المناورات اللي بتجريها الجيوش الكبرى، هل ممكن نتصور تكثيف هذه المناورات في هذا التوقيت؟ هل هو شكل من أشكال التعبئة العامة؟ لا خالص، التعبئة العامة لها إجراءات أخرى. لم تعلن التعبئة العامة ولم أيضا يستدعى الاحتياط، يعني القوات المسلحة النظامية الموجودة، المقاتلين الموجودين في القوات المسلحة هم اللي يقوموا بهذه المناورة، لكن لم يتم إعلان التعبئة ولم يتم استدعاء الاحتياط على الإطلاق في هذه المناورة. ده أيضا بيبرز الكفاءة القتالية العالية، يعني مثل هذه المناورات بهذا الحجم عادة ما يتم استدعاء القوات الاحتياط للتخفيف الحمل على القوات النظاميه الموجوده، ولكن هذا ايضا لم يتم، وده بيبرز ايضا مستوى الكفاءه القتاليه العاليه ومستوى الحرفيه الشديده في الاداء التكتيكي. بشكرك جدا سياده اللواء سامح سيف اليزل المحلل السياسي والخبير العسكري، اهلا بك واشكرك جدا.